هي الشليضه ديالتنا، شوفوا كيفاش جات، وكنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم بارطاجيو مع العائله ومع الاحباب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كيسبيرو كي ديغول ستيشين سلطه كيسالي الريكيسيما بونيسيما بامون بيسا. بداو معايا المراحل من البدايه حتى النهايه، وفرجه ممتعه. اولا بيانفينيدا امي كانال، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غنصاوب معاكم مكرونيه، عندي هنا المكرونيه وثلاثه الخزوات او ثلاثه الجزر، جوج بطاطات والجلبانه، وعندي هنا المايس الذره، وغنبدا نسلقهم. كاين سيسيتو بارا ان سالادا تينغو ماكارونيس اسي لي كامي مي غوستاما، تري زناوريا، دوس باتاتاس غيسانتي اي المايس. اورا كي امبيسا بارا كوسير، اكي تينغو لا اويا اسي بارا فيردورا اسي بارا الماكارونيس. غنسلق البطاطا هنايا والخضره، وغندير هنايا المكرونيه باش تسلق. بوكيتو دي سال هاكي، شويه ديال الملح درت في هذه، ودابا غندير شويه ديال الملح ثاني هنايا. بوكيتو دي سال كادا اويس ديال المكرونيس، يو بوكيتو دي ايش، بوكيتو ديال الزيت باش كي نو بيكا بيكا كولا كولا لوترا. درت شويه ديال الزيت هنايا في اللي غنسلق فيها المكرونيه، وتابعوا معايا. دابا انا غنقطع هذه، نرجع هذه للفريكو، غنبغي نديرها عاد الجلبانه ديما من تكون كونجوليه نيشان، ديروها في من الكونجيلاتور، ديروها في الماء يكون طايب. كورتامو بطاطا بوكيتو ما مومينو لارجيتا بوكيتا، نقطع البطاطا تجي طويلة شي شوية. نتوما عارفين دابا الصيف خاص ضروري الواحد شليضة تكون شي حاجة باردة، طياب وداك الشي شوية ما تطلع في الراس. بوكيتو يوال لا ميديدا يوال كي ماوينو يوال كي المكارونيس. نقطع كل شيء ورجع معكم. وخيزو نقطع بحال هكا كيجي طويل ما ومينو باش يجي الشكل تقريبا بحال واحد المكرونية. صافي دابا نقطع ورجع معكم. دابا نعرضهم يتسلقوا، من بعد ما قطعتهم كيما بارا ريكوسيرلو ندير البطاطا وخيزتو. هاكي الزناوريا كيغريكامو سيويا، صافي ندير المكرونية هنايا. صافي ونغطي دابا هادي كريتا بارا هويا. الجلبانه دابا غندير الجلبانه، و راه كيغريغا مولي صافي. يسا و راه كيدخل لا باراكوسير طابا اي دخل لا كوانتو كوسير كي بوربي موطرابي. خليها كتسلق الخضره و رجع معاكم. دابا انا حيدت المكرونيه غسلتها بالماء بارد باش تزيد تقطر باش تبقى مفرزه. كيو لافار لا ماكارونيس ورا فالتا كي ترى الدور خلات تسلق شي شويه فالتا بوكيتو. دابا راه غنصفي ثاني الخضره نحيدها، خليوها حتى تبرد واحد الساعه ونرجع معاكم. او راه استا كالينتي كي دخل لا كونتو صفريه وناورا. نخلط معاكم كريم ميسكلار لا انسالادا
دابا غندير المقارونيه، كنقول المقارونيه كثير. غندير دابا خضره كريم اسكلام وبردوره، كريم اسكلام وبردوره، اي المكرونيس او راي المايس. دابا غندير الذره، غندير الثوم، كيغريغامو الثوم طامبيان تقريبا ما غناخذو بالزيت ديالهم، يعني ما غنصفيش من الزيت، ما غنديرش الزيت. ندير الملحه، شويه ديال الملحه، بوكيتو ديال الصال، بوكيتو ديال فيناغري، عندي شويه ديال الخل، كيري رومبير لا اتون، حنا نحاول نقطعو شي شويه. احسن ماكله هي الشلاضه، ديما الواحد ياكل شي حاجه بارده بارده بارده. غندير شويه ديال البزار، كيعجبني شويه ديال البزار، بوكيتو ديال بيمينتا بلانكا. عندي هنا البزار الابيض، ما بغيتش ندير فيها لا مايونيز لا والو، كيدي خارلا كيدي كولوريس، لان كاين لي مايونيز هنا. صافي دابا غنضرب في طبسيل. صافي دابا ملي خلطت من درت الملحه والخل، كيويتشو اي فينغري اي سال، بوكيتو ديال بيمينتا، وشويه ديال البزار اللي درت، وصافي. وهذه الشلاضه ديال الفرن دابا غنضرب في طبسيل. دابا نحاول نفرش هاد الخص، خصيصات هاد الخصيصات. صافي لي بوكيتو دي ليتشوغا اباخو، و يستا اورا كي هذه هي الغديوه ديال اليوم. وصافي هذه الشليطه ديالتنا، نصورها لكم على القرب. دابا هي الشليطه ديالتنا، شوفوا كيفاش جات، وكنتمنى تعجبكم. شلاضه خفيفه بالخضره والمكرونيه كتجي زوينه، كيسبيرو كي ديغوستي اسين سلادة مكارونيش كون بيردورا كيسالي ريكيسيما بونيسيما. وكنتمنى تعجبكم، ولا عجباتكم بارطاجيوها مع العائله ومع الاحباب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. مع السلامة، إلى فيديو مقبل إن شاء الله.